السلام عليكم، ازيكم؟ سنة أولى إن شاء الله عندنا في المايكرو الموديول ده اللي هو الريسبيراتوري انفكشن. أكيد إن أنتوا بدأتوا في البكتيريا الانفكشن. النهاردة بقى في التسجيل ده إن شاء الله هنبدأ الفيرال انفكشن. عندنا أول مجموعة في الفيرال اللي هو الميكزو فيروس. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. كده عندنا الميكزو فيروس ده بيتقسم لاتنين جروب اللي هو اورثو ميكزو فيروس وبارا ميكزو فيروس. هو ايه بارا وايه اورثو ده؟ هو احنا بص الاسم جه منين؟ اورثو معناه مستقيم. احنا حاطين كرايتيريا كده للميكزو فيروس اللي مشي عليها بقى بالظبط سميناها اورثو، اورثو ميكزو فيروس. تمام. طب البارا ميكزو فيروس ده بقى لا، ده شويه فيروس كده شبه الميكزو بس فيها حاجات، فيه اختلافات بسيطه، فعشان كده سميناها بارا ميكزو فيروس. تمام. الاورثو ميكزو فيروس زي ايه؟ زي الانفلونزا، عندي A و B و C. تمام. البارا ميكزو فيروس طيب فيه اللي هو المامبس والميزلز واللي هو ريسبيراتوري سينيكيتيا الفيروس، اكتبوا كده الاختصار جنبها RSV. بما ان امتحانكم MCQ فممكن بقى يسألك، يجيب لك مجموعة من الفيروس كده ويسألك على مثلا الأورثو، مجموعة من الفيروس كده ويسألك على واحد من فيهم بارا، فياريت تحفظوهم كده. هنبدأ ان شاء الله في الانفلونزا الاول. اول حاجة نعرفها فيها اللي هي الكرايتيريا. ايه الكرايتيريا بتاعت الانفلونزا فيروس؟ اول حاجة هو single strand RNA. تمام. واللي عايزاكم تعلموا عليها جدا يعني اللي هي كلمة segmented، عبارة عن 8 سيجمنت. ال RNA مش خط على بعضه، لا ده هو سيجمنت. تمام. عشان دي برضو من ضمن الاختلافات ما بين الأورثو والبار، ده سيجمنتد انما البار نون سيجمنتد، وان ده ميديم في السايز. هو برضو حجمه ايه؟ من 80 لـ 100. لو مش مكتوب عندكم اكتبوه. انما البار هو حجمه لارج زي من 100 لـ 200. تمام. وهما الاثنين هيليكال سيمتري، شكل الهيليكال. تمام. تاني كرايتيريا عندي اللي هو انفلوبد، عنده بتاع ده حاجه محوطه بيه من بره. برده تالت حاجه اللي هو عنده حاجتين من بره وحاجه من جوه. ايه الحاجتين اللي من بره؟ حاجتين اللي من بره اسمه حاجه، اول حاجه اسمها هيم اجلوتينين سبايكس، وتاني حاجه اللي هو نيورو امينيديز سبايكس. دول الحاجتين اللي من بره. ايه الهيم اجلوتينين سبايكس ده؟ ده عباره عن حاجه موجوده بقى، احنا قلنا موجوده في الفيروس من بره ماسكه في الانفلوب، بتروح تمسك في الار بي سيز بتاعه الهوست وتروح مبوظاها، عاملاها اجلوتينيشن، تبوظها يعني. طب النيورو امينيديز سبايكس، النيورو امينيديز سبايكس دي بتكسر حاجه اسمها النيورو امينيك اسيد. ده موجود، ده ريسبتورز موجود على ال موجود ريسبتورز موجوده على ال على الار بي سيز. ده بقى لما الفيروس يمسك في الار بي سيز يروح مبوظ الريسبتورز دي. تمام كده، يعني من الاخر هما الاثنين بيبوظوا الايه؟ الار بي سيز بتاعه الهوست. تمام. دي حاجه مميزه للفيروس. نيجي بعد كده بالحاجه اللي جوه، ايه اللي هو نيوكلو بروتين انتيجين اللي هو ال RNA. تمام. احنا قسمنا بقى ال according to ال nucleobrotein antigen ده قسمناه لثلاث حاجات، ثلاثة سترين A و B و C. يبقى تاني لو قالك التقسيمة دي على حسب ايه؟ قسمناها على حسب ال nucleobrotein antigen. قسمناها ال A، قسمناها ال A و B و C. اخترهم خالص هو A. تاني اللي هو اقل منه بشوية B، اقل خالص اللي هو C. ليه الايه اختارهم؟ لانه بيجي بانديميك، يعني ايه؟ وباء على مستوى العالم، يعني تلاقي كذا بلد كذا دوله على مستوى العالم جات لها الانفلونزا. ده ايه؟ تمام. طب بي ده ايبيديميك يعني ايه؟ يعني هو برضو وباء بس على مستوى ايه؟ على مستوى دوله واحده بس. تمام. السي ممكن يجي سبورادك يعني ايه؟ حالات كده متفرقه، يعني مثلا في مصر تلاقي حاله،
في مثلا في اي دولة تانية تلاقي حالة، تمام كده دي سبورادك، عشان كده احنا قلنا السي ده اقلهم خالص. تمام هنيجي عند في حاجة اسمها اللي هو جيناتيك فاريشن او انتيجينيك فاريشن، وده اللي هو سبب رئيسي في ان هو ايه اختارهم. عندي الجيناتيك فاريشن ده تعريفه ايه؟ انا مش عارفه مكتوب عندكم ولا لا، بس يا ريت بس تكتبوا التعريف ده عشان خاطر تبقى بس المفهوم عندكم. يعني ما هو ايه بقى الجيناتيك فاريشن او الانتيجينيك فاريشن؟ دي حاجه جد حاجه مميزه جدا للفيروس للانفلونزا. هي changes في الانتيجينيك structure of virus from time to time. يعني ايه الانتيجين بتاع اللي هو نيورو نيوكلوبروتين انتيجين ده بيتغير من فتره لفتره. ممكن التغيير ده يكون انتيجينيك دريفت او انتيجينيك شيفت. يعني ايه دريفت ويعني ايه شيفت؟ انتيجينيك دريفت ده بيبقى minor changes. احنا عارفين ال RNA عباره عن ايه؟ عباره عن جينز، والجينز عباره عن ايه؟ نيوكليوتايدز. تمام لما يحصل لي تغيير على مستوى النيوكليوتايدز، يعني مثلا نيوكليوتايد جت مكان نيوكليوتايد او جين جه مكان جين، ده اسمه الانتيجينيك دريفت. تمام ده بيحصل نتيجه ايه؟ بيحصل نتيجه الميوتيشن. مثلا طفره كده، مثلا الفيروس تعرض لحاجه معينه فحصل له ايه طفره بسيطه اللي هو ماينور تشينج في ترتيب الجينز او ترتيب النوكليوتايد، عمل تغيير. تمام ده كده قلنا ايه ده اللي هو الانتيجينيك دريفت. وده طبعا لما يجي يصيب الانسان بيبقى بيحصل له هو البيشن بيكون بارشل اميون، يعني الجهاز المناعي متعرف عليه شويه، يعني هو حصل تغيير بسيط. طب نيجي بقى اللي هو انتيجينيك شيفت اللي هو اخطر. ده بيحصل حاجه اسمها ايه ميجور تشينج في الانتيجين. ده بقى مش بيحصل تغيير على مستوى الجينز او على مستوى النيوكليوتايد، لا ده بيحصل على مستوى الار ان ايه نفسه. ازاي؟ يعني انا مثلا حد عنده اتصاب اللي هو الهيومن انفلونزا، وفي نفس الوقت جاله البيرد انفلونزا او البيج انفلونزا، يعني انفلونزا الطيور او انفلونزا الخنازير، الاثنين مع بعض الاسترين اللي هو الهيومن والبيرد مثلا او البيج بيتحدوا مع بعض ويكون لي استرين جديده، يعني ار ان ايه جديد، بالتالي جسمي مش متعرف عليه. تمام يبقى تاني، يبقى قلنا ده بيحصل فين؟ بيحصل في اللي هو النوع الايه، عشان كده قلنا ايه اخطرهم، ايه بيحصل فيه الشيفت والدريفت، انما بيحصل فيه الدريفت بس. يبقى تاني الانتيجينيك شيفت ده بيحصل على مستوى ايه؟ بيبقى بيحصل على مستوى الار ان نفسه. وبيحصل في ايه؟ بيحصل في الاسترين اللي هو ايه. تمام بيحصل نتيجه حاجه اسمها ايه؟ قلنا جيناتيك ريكومباينيشن. يعني ايه؟ يعني الهندسه الوراثيه، يعني جين بتاع ده استرين بتاع هيومن مسك مع حصل ميكسنج مع مثلا بيرد او بيج استرين، والاثنين كونوا لي استرين جديده. تمام عندكم لفظ في الكتاب اللي هو ايه في الانتيجينيك شيفت اللي هو ايه البوس سترينز ييلدينج ا نيو سترين شوينج نو سيرولوجيكال ريليشن مع البيشنت سترين. يعني ايه؟ يعني جسمي ما هنا جسمي مش متعرف عليه شويه، انما ده في الانتيجينيك شيفت لا الاميونيتي ما تعرفش عنها اي حاجه، هو نيو سترين الاميونيتي بتاعتي ما تعرفش عنها اي حاجه. تمام انما الانتيجينيك دريفت لا ده بتعمل حاجه اسمها اللي هو الانتيجينيك شيفت اوكير ان بوس فين يا ربي قال لك بيعمل سترين ريتيننج ا ديجري اوف سيرولوجيكال ريليشن شيب. يعني ايه؟ جسمي متعرف عليها شويه يبقى انا بارشال اميون، انما في الشيفت انا مع الاميونيتي بتاعتي ما تعرفش عنه اي حاجه. هنزل لكم بقى ان شاء الله مقارنه ما بين الشيفت الانتيجينيك شيفت والانتيجينيك دريفت. يبقى تاني هو حاجه مميزه خالص جدا في الانفلونزا اللي هو حاجه اسمها جيناتيك فاريشن او انتيجينيك فاريشن.
قلنا بتتقسم لحاجتين، لإما ممكن تكون انتيجينيك شيفت لإما انتيجينيك دريفت. الانتيجينيك شيفت ده بيحصل تغيير، يعني تغيير على مستوى الار ان ايه نفسه، نتيجه حاجه اسمها ايه، نتيجه حاجه اسمها جيناتيك ريكومباينيشن اللي هي الهندسه الوراثيه. وده بيحصل في انهي سترين، بيحصل في ايه مع ايه، عشان كده هو اختارهم. طب نيجي بقى على الانتيجينيك دريفت. قال لك الانتيجينيك دريفت ده بيكون بيحصل نتيجه ماينور تشينجز في الانتيجين، وبيحصل في ايه، بيحصل في إيه؟ في النوع البي. نتيجه ايه، نتيجه بيحصل حاجه اسمها اللي هو ميوتيشن، طفرات. تمام كده، مهمه جدا يا شباب اللي هو الجينيتك فاريشنز دي. نيجي بقى نتكلم على انفلونزا كمرض نفسه بقى. في بس عايزاكم تفرقوا حاجه ما بين اللي هو مرض الانفلونزا وما بين مرض اللي هو الكومون كولد اللي هو الدور البرد العادي. الانفلونزا دي بتحصل نتيجه فيروس اسمه ايه، الانفلونزا فيروس، انما الكومون كولد او الدور البرد ده بيحصل نتيجه بكتيريا اسمه راينو اسمها راينو بكتيريا. يعني الكومون كولد بتبقى اخف من الانفلونزا، انما الانفلونزا بتكون قويه عن الكولد. يعني نيجي بقى نتكلم على المود اوف انفكشن. احنا قلنا ايه، ده ريسبيراتوري انفكشن، فبيتنقل عن طريق الاير دروبلت. يعني واحد مثلا مصاب بالانفلونزا عطس في الهواء كده وحد جنبه، خلاص هو اوريدي عنده، خلاص جات له ان هو اتعدى. تمام، ايه الكلينيكال فيتشرز؟ الكلينيكال فيتشرز هتقول فيفر، هيديك. حاجة مميزة جدا ان هو بيبقى عنده ايه، ماسل بين، وعنده فاتيج، تعبان على طول، وعنده سور ثروت، احتقان وكف والحاجات دي. ممكن يحصله بعد كده كومبليكيتد بنيمونيا، التهاب رئوي. يعني في حاجة عندكم في الكتاب اللي هو بيقول ايه، the disease is not followed by long standing immunity because the virus undergo frequent antigenic variation. يعني ايه، يعني انا لو جالي مثلا عدوى بنوع معين وظهر نوع جديد، انا كده اميونيتي ما تعرفش عنه حاجه. يعني انا مجرد هو بيديني اصلا، يعني انا لو جالي نوع معين، جالي نوع واحد بيدي اميونيتي بس لمده بسيطه، يعني ممكن بالشهور. طب لو ظهر سترين جديده نتيجه اللي هو الانتيجينيك فاريشن ده كيني ولا جسم اتعرف عليه خالص. تمام، والانتيجينيك فاريشنز دي هي دي سبب ان سبب الري انفكشن، يعني بتعرض لانفكشن جديده نتيجه ان هو ظهور سترين جديده، وده بتعمل وبرده بتسبب لي ان هو فشل فيلير في الفاكسينيشن. يعني انا دلوقتي مش عارفه اعمل فاكسين ضد مجموعه الانفلونزا. ليه؟ قلنا نتيجه بيحصل انتيجينيك فاريشن وبيظهر لي سترينز جديده مع سواء اللي هو انتيجينيك شيفت او دريفت، فعشان كده مفيش فاكسين معين. تمام، وعشان كده قلت لكم دي حاجه مميزه جدا للانفلونزا. تمام، نيجي بقى على حاجه اسمها ايه، لابوراتوري دايجنوزس. اي لابوراتوري دايجنوزس، يا اما هدور على الانتيجين بتاع الفيروس، يا اما هدور هعمله ايزوليشن الفيروس نفسه، يا اما سيرولوجي هدور على الانتي بودي. تمام، اول حاجه اللي هو ديتكشن اوف فايرال انتيجين، عن طريق ان انا اخد ايه، هاخد مسحه من النيزوفارينجيال واشوفها بالاميون فلوريسنس. تمام، تاني حاجه اللي هو الفيروس ايزوليشن، باخد سامبل من اللي هو من الفم، بعمل ماوس ووش او الثروت سواب او بتاع مسحه من الحلق، وازرعها في حاجه اسمها مونكي كيدني تيشو كالتشر او امنيوتيك كافيتي اوف تشيكن امبري. يعني ايه، بجيب بالمسحه دي واحطها في الكالتشر، بزرعها على كالتشر. احنا قلنا في حاجه مميزه خالص في اللي هو الفيروس، بيبقى عنده حاجه اسمها هيم اجلوتينين سبايكس. ده انا بقى هحط حاجه اسمها هيم اجلوتينيشن انهيبيشن، حاجه كده زي انتي بودي. فهو لو الفيروس موجود، هي البتاع ده الحاجه اللي هي زي انتي بودي دي هتمسك فيها، وساعتها هعرف ان هو موجود ولا لا. تمام، هو دي الفكره بالظبط، ان انا هالفيروس لو موجود هحط اللي هو الهيم اجلوتينين انهيبيشن ده،
ويمسك، هيمسك في البتاع ده، هيم اجلوتينين سبايكس. بعد كده السيرولوجي عن طريق اللي هو الكومبلكس فيكسيشن تيست، او اللي عن طريق الهيم اجلوتينيشن او كده يعني. بلاقي بعمل ديتكشن، بدور على ايه؟ بدور على اميونو جلوبولين ام او اميونو جلوبولين جي رايزنج تتريان. نيجي على البروفلاكسس بقى، ايه العلاج؟ في فاكسين وفي تريتمنت. الفاكسين في كيلد فاكسين، يعني البتاع ده انتيجين وموتناه خلاص عن طريق الفورمالين، وده بديله ايه؟ سب كوتينوس على في 2 دوز ما بينهم شهر، تمام. الديس ادفانتج، ايه عيوب الكيلد فاكسين ده؟ قالك العيب الاول، عيب ان هو مش بيديني ابسوليوت او لونج لاستنج، يعني هو ايه زي ما قلت لك كده، انا هديله مس سواء حصل له انفكشن او انا اديته الفاكسين ده، بيديله مده بسيطه، يعني هنقول قلنا بالشهور. وكمان مش بتديله حتى لوكال اميونيتي، مش بتديله اميونو جلوبولين ايه، لا هي مش بتكون اميونو جلوبولين ايه. وقال كمان ان انا ببقى محضره الفاكسين ده في حاجه اسمها ايج، ولك في ناس بيبقى عندها هايبر سنسيتيفيتي من الايج بروتين، فده ممكن يسبب لي هايبر سنسيتيفيتي. قال كمان اخر رعيب فيه ان هو لو انا اديت مثلا، لو انا حتى اديتك فاكسين، فانا هديك ضد سترين واحد بس، تمام. فاهمين يعني؟ فاهمين قصدي؟ يا ريت تكونوا فاهمين قصدي. يعني لو انا اديتك هديك على ضد سترين واحد، وبالتالي هيظهر لي سترين جديد، هعمل مثلا ضده فاكسين، هلاقي برضو يظهر لي سترينز جديده. قلنا ده كله بسبب ايه؟ بسبب حاجه اسمها جيناتيك فاريشن او انتيجينيك فاريشن. عرفتوا دي هي حاجه مميزه ليه وحاجه مهمه ليه في الانفلونزا؟ عشان دي مشكله كبيره في التريتمنت. طب ماشي، الكيلد ما نفعش معانا، عملنا حاجه اسمها ليفنج اتنويتد فاكسين اللي هو بندينه انترانيزال، يبقى اللي هو الكيلد بديه سبكوتينوس، انما ده بديله انترانيزال. في كيمو بروفلاكسس، يعني دواء بقى. في امانتادين، ده بديله اورال، ده بيمنع اصلا الفيروس ان هو يخش السل، وده بيبقى افكتيف اجينست الاي تايب اي، بس نوت افكتيف اجينست البي، تمام. في حاجه اسمها نيورو امينيديز انهيبيتور، يعني حاجه كده تمسك في الايه، في النيورو انهيب بتاع ده، في النيورو امينيديز سبايكس، وده اجنست الانفلونزا A و B. ده كده انا كده خلصت خالص الانفلونزا. يبقى انا اتكلمت عن اول حاجه عن الكاركترز، واهم حاجه قلنا في الكاركترز ان هو سنجل ار ان اي، سنجل ستراند ار ان اي، بس هو سيجمنتد، وان سيجمنتد 8 سيجمنت، تمام. دي حاجه اللي هي مميزه بتفرق عنها وعن البار. قلنا كمان ان هو ميديم في السايز، حوالي كام؟ من 80 ل 100، انما البار قلنا ايه؟ قلنا لارج اللي هو من 100 ل 200. اتكلمنا عنه بقى، قلنا في حاجتين من بره وفي حاجه من جوه. ايه الحاجتين اللي من بره اللي في ماسكين في الانفلوب؟ حاجه اسمها هيم اجلوتينين انفلوب سبايكس، وفي حاجه اسمها نيورو امينيديز سبايكس. قلنا دول مسؤولين عن ايه؟ ان هم بيعملوا ديستروي للهوست ار بي سيز، تمام. قلنا بعد كده اللي هو اكوردنج تو ان نيورو نيوكلوبروتين انتيجين، ده بنقسمه ل A و B و C. قلنا اختارهم ايه؟ اختارهم ايه بقى ليه؟ انه بيجي على مستوى العالم بانديميك بانديميك، ونتيجة برضو انه بيحصل فيه حاجة اسمها انتيجينيك فارييشن. قلنا في شيفت وفي دريفت. الشيفت ده بيكون ايه؟ ميجور تشينج، تغيير كامل، انما التاني اللي هو الدريفت ده ايه؟ ماينور تشينج. وده نتيجة اللي هو الشيفت ده نتيجة اللي هو ريكومبايننت جيناتيك ريكومباينيشن، وانما التاني بيحصل نتيجة ايه؟ اللي هو الجينات بيحصل نتيجة ميوتيشن. فعشان كده وقلنا برضو الانتيجينيك شيفت ده بيحصل مع ايه، انما الانتيجينيك دريفت ده بيحصل مع بي، تمام كده. اتكلمنا عن ايه تاني؟ اتكلمنا عن عن الانفلونزا. قلنا الكاركترز بتاعتها ايه؟ العيان هيجي عنده ايه؟ هيبقى عنده فيفر وهيدك، واللي هو هيميزها لي اكتر عنها وعن الكومون كولد ان هو بيبقى عنده ماسل بين وماسل فاتيج وعنده سور ثروت والحاجات دي، تمام. وانا بيتنقل عن طريق هو ده ريسبيراتوري، بيبقى بيتنقل عن طريق ايه؟ بيبقى بيتنقل عن طريق الاير دروبلت.
قلنا برضو طب الدياجنوزز، الدياجنوزز حاجات ليها علاقة بالايه، بالريسبيراتو انفكشن. ان انا هاخد لو هاخد سواب او هاخد سامبل باخدها منين؟ من النيزوفارينج او الماوس او الثروت، وانا بنزرعها على ايه. والكلام الفاضي ده انتوا مش هيجيلكوا طبعا، مش هيسألكوا على ال، مش هيسألكوا بزرع على ايه، ومش عندكم انتوا يعني كلام اللي هو تكتبوا ريتن. قلنا في حاجة اللي هو مش عارفين نعمل بتاع ده، مش عارفين نعمل فاكسين. هو في فاكسين بس ضد سترين واحد بس، تدي مش بيديني لونج لاستنج اميونيتي، مش بتديني اميونيتي مدى الحياة، لا ده بتديني اميونيتي لمدة شهور. وده لانه قلنا ايه، نتيجة ان هو في سترينز جديدة. طب السترينز الجديدة دي بتظهر نتيجة ايه؟ بتظهر نتيجة الجيناتيك فاريشن اللي هي شيفت ودرافت، تمام. وعرفنا بقى الكيمو بروفلاكسيس ايه. نيجي على بعد كده اللي هو البارو انفلونزا فيروس. هنبص على الكاركتر هتلاقيني قلتها كلها، اللي هو برضو سنجل ستراند ار ان ايه، بس قلنا ده نون سيجمنتد وده هيليكال، وبرضو في انفلوب دو، وقلنا ده لارج لارج ان سايز من 100 ل 200، تمام. بنقسمه بقى لايه؟ بنقسمه لاربع حاجه، بنقسمه لاربع سترينز او اربع انتيجين، واحد واثنين وثلاثه واربعه، تمام. ال ايه الكلينيكال مانيفيستيشنز بتاعتها، هو بيجي حاجه زي كومن كولد كده، برضو بيبقى فيفر وعنده سور ثروت، بس حاجات ايه مايلد، مش زي الانفلونزا نفسها، حاجات ايه قلنا سيفير، حاجات اقوى، اللي بيبقى عنده كاف ومش او مايلد فيفر وحاجات دي، يعني كلها حاجات مايلد. طيب إيه واحد واثنين ده بيعملوا لي حاجات على مستوى الايه، ابر ريسبيراتوري، الابر ريسبيراتوري الجزء الابر، يعني مثلا بيحصل على مستوى ايه، الليركس، تراكيا، برونكاي، يبقى بيحصل ايه، بيحصل لكروب اور لارينجيو تراكيال برونكايتس، يبقى ده على مستوى الابر ريسبيراتوري تراكت. طب تايب 3 ده لا، بيحصل على اللور، على اللور ريسبيراتوري تراكت اللي هو على مستوى ايه، البرونكاي، البرونكيولز، تمام، يبقى بيحصل برونكيولايتس وبيحصل نيمونيا التهاب رئوي. قال لك رقم 4 ده ايه، لو باثوجينيسيتي، يبقى احنا عرفنا ان هم كام، هم عددهم 4، واحد واثنين بيسيبوا اللي هو ايه، الابر ريسبيراتوري تراكت على مستوى اللي هي ايه، تراكيا، اللارينجيو تراكيال، البرونكاي، تمام، بيعمل البرونكايتس اللي هو التهابات بقى. طب التاني رقم، الرقم 3 بيعمل على مستوى ايه، اللور ريسبيراتوري تراكت اللي هو البرونكيولايتس، برونكيول على مستوى البرونكيول، وعلى مستوى الايه اللي هو الالفيولاي نيمونيا، تمام كده. نيجي على اللابوراتوري دايجنوزز، لابوراتوري دايجنوزز زيه بالظبط، زيه زي الانفلونزا، برضو بعمل بتاع ده، بدور على انتيجين، ممكن ادور على الفيرال انتيجين، او ممكن ادور على اعمل ايزوليشن للفيروس نفسه، او ادور على انتي بودي اللي هو ديتكشن اوف فيرال انتيجين، برضو باخد سواب من ال، باخد سواب من النيزوفارينجيال وادور عليه بالاميونوفلورسن او اللايزا. فيروس ايزوليشن باخد برضو سامبل من ال، من الماوس او الثروت، وبرضو بروح حط عليها ايه، بحط عليها هيم هيم اجلوتينيشن او حاجه اسمها هيمو ادزوربشن، هي نفس الكلام، هي حاجات كده بتمسك في الار بي سيز، فلو مسكت فيها بتبقى، لو حاجه مسكت في اللي هو الهيم اجلوتينين سبايكس دي، دي بتعمل، دي بتبين لي يعني، يعني هي حاجات زي انتي بودي بتمسك في الايه، في السبايكس دي، لو مسكوا مع بعض يبقى ده فيه فعلا فيروس، في فايرال انفكشن، تمام. سيرولوجي برضو بدور على الانتي، عند عن على الاميونوجلوبولين ام او الاميونوجلوبولين جي، عن طريق الايه، الكومبلكس فيكستيشن او عن طريق النيوتراليزيشن تيست وكده. البروفلاكسيس قال لك هنا البروفلاكسيس دي ما فيش فاكسينات افيلابل ضدها يعني، تمام كده. انا شرحت ايه في البتاع ده، شرحت الميكزو فيروس. كده خلاص خلصنا الميكزو فيروس خالص، وفي تاني حد تاني هيكمل معاكم الفيرال انفكشن. انا ان شاء الله هبعت لكم على التسجيل ده اللي هو المقارنه ما بين الفيرال، ما بين البارا والاورثو، بس يا ريت تكونوا قارينه من الكتاب الاول وبعد كده تبقوا تقراوه من الجدول، وهبعت لكم كمان جدول اللي هو المقارنه ما بين الانتيجينيك فاريشن اللي هو الشيفت والدريفت. بالتوفيق يا شباب.